في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء من أهل غزة، لا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية تصطف على جانبي الطرق والمحاور ما بين مدينة العريش ورفح بانتظار الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. في سياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية بإغلاق تام للمعابر اليوم أمام كافة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المدنيين بقطاع غزة. بعد التحية في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ومتابعة لاستمرار حالة اصطفاف الشاحنات على جانبي الطرق المؤدية من العريش إلى مدينة رفح، ومن ثم الدخول من معبر رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم لتتسلم قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الشاحنات ثم تدخل إلى قطاع غزة. لكن هذه الشاحنات يقف أمامها عائق كبير اليوم، وهو حالة الإغلاق التام لمعبر رفح من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا معبر كرم أبو سالم، وهذا يؤكد على استمرار حالة التعنت خلال الأيام السابقة. هناك عدد من الإجراءات التعسفية وأيضا التباطؤ في استقبال الشاحنات مما أدى إلى اصطفافها كما نرى الآن من خلفي. وهناك العديد من هذه المساعدات الإنسانية، نتحدث عن مساعدات غذائية وأيضا إغاثية وطبية، وهناك عدد من الشاحنات المحملة بمشتقات البترول، وأيضا تقوم المؤسسات والمنظمات المصرية بدور كبير وفعال ومستمر في تقديم هذه المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. لكن يبقى المشهد الاعتيادي هي حالة التعسف والتباطؤ والتعنت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المساعدات الإنسانية المصرية والعربية والأممية أيضا الموجهة إلى قطاع غزة. عودة إليكم مرة أخرى.